السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are you doing everybody? Hope you're doing fine. هنحل إن شاء الله مع بعض النهاردة أسئلة بنك المعرفة، وهي في الفايل اللي أنا هسيب برضو اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت أو في صندوق الوصف. هو عبارة عن 30 صفحة. 30 صفحة فيها إيه؟ فيها كل الأسئلة اللي هتبقى في الاختبار إن شاء الله، تمارين عليها، والتمارين بصراحة كتير جدا. Alright، فعايزين يا ريت لو تطبعوا الورق، هو 30 ورقة، تطبعوا الفايل هسيبه في الديسكريبشن زي ما قلت، وتحلوا معايا في نفس الوقت. اوكي، نبدا مع بعض ان شاء الله بايه. هنجيب كذا نموذج يعني، وبرضه هنحلهم في الفيديو الجاي. النموذج الاول هنا، اول اختبار هيبقى listening، هنسمع وبعد كده هنكتب الحروف الناقصه. تاني سؤال عندي هنا listen and complete، استمع ثم اكمل، جايب لي ثلاث كلمات في النص، وانا هكتب ايه؟ هسمع واشوف الكلمه دي مثلا اتقالت هنا، اروح كاتبها. السؤال الثالث هي read and match، اقرا ووصل، هنقرا ونوصل العمودين A و B. السؤال الرابع هيبقى ايه؟ choose the correct answer، هيبقى multiple choice او الاختيار من متعدد، عندنا ثلاث اختيارات هنختار منهم الاجابه الصح. السؤال الخامس هيبقى fill in the gaps using the words in the box، عندنا هنا بعض الكلمات وهنكمل ايه؟ هنكمل الفراغات، ودي كلها عن ال vocabulary او الكلمات اللي احنا حافظينها. السؤال السادس هيبقى rearrange أو الترتيب. السؤال السابع هيبقى write a paragraph of about 4 to 6 sentences، يعني هنكتب فقرة صغيرة من 4 لـ5 جمل باستخدام الكلمات اللي هي موجودة بين القوسين. طبعا بيديني الموضوع هنا، ده بيبقى اسم الموضوع، وبعدين كلمات تساعدني ان انا اكتب ايه؟ اكتب 4 أو من 4 لـ6 جمل، يعني 4 5 أو 6. alright، نيجي على أول سؤال وهو الريدنج. هيبقى عندي نص هنقرأه وهنحل عليه بعض الأسئلة. هو بيقول read the text and answer the questions، اقرأ النص ده وبعدين حل الأسئلة. طبعا الطريقة دي لو قرأت النص الأول بعد كده حليت الأسئلة، على ما تخلص النص هتبقى نسيت أصلا الإجابة بتاعت الأسئلة. فالحل الصح إيه؟ إن أنا أبدأ بالسؤال وأدور عليهم سؤال سؤال جوه القطعة، بحيث إن أنا ما أقرأش كم كبير وابقى دقيق وعارف انا بدور على ايه بالظبط. alright، طب ده برضو هيحصل عشوائي كده؟ اكيد لا، عندنا خطه مكونه من 3 مراحل هتخليك تحل في اسرع وقت وبادق اجابات ممكنه. alright، طب ايه هما الـ3 خطوات؟ حدد، ابحث، اقرا. تاني، حدد، ابحث، اقرا. طب هتحدد ايه؟ هنحدد حاجه اسمها كلمه مفتاحيه. يعني ايه كلمة مفتاحية؟ يعني كلمة هتلاقي فيها الحل، مفتاح الحل موجود في الكلمة دي. طبعا الكلمة دي هنجيبها من السؤال. بعد كده ابحث، هبحث فين؟ هبحث عن ايه اصلا؟ هبحث عن الكلمة دي فين؟ في النص اللي هو موجود هنا. بعدين هقرأ، طب هقرأ ايه؟ هقرأ الجملة فقط اللي فيها الكلمة المفتاحية. alright، دي تكاد تكون مبهمة دلوقتي، لكن هتبقى سهلة جدا كمان شوية لما نطبقها، وهتلاقيها سريعة جدا وفعالة جدا. ودي طريقة مش أنا اللي مخترعها، لكن دي موجودة ومتبعة في قطع الريدنج في أي لغة في العالم، في أي مكان في العالم. يبقى هنقرأ السؤال وهندور عليهم سؤال سؤال. هنقرأ السؤال إزاي؟ نحدد كلمة مفتاحية، نبحث عنها، نقرأ الجملة. حدد، ابحث، اقرأ. طيب تعالوا نشوف كده أول سؤال. We went to دمياط to see our friends، رحنا دمياط عشان نشوف أصدقائنا. الكلمة المفتاحية هنا اللي لازم هلاقيها فوق هي كلمة إيه؟ كلمة دمياط، دمياتا. alright، يبقى أنا أطلع فوق هنا أدور على كلمة دمياتا. فين كلمة دمياتا؟ last week we went to دمياتا، أدي دمياتا أهي. أوكي، لقيت أنا الكلمة المفتاحية صح؟ حددناها وبحثنا عنها في القطع كمان. هنقرأ الجملة. أنهي جملة اللي أقصدها أنا؟ الجملة اللي موجود فيها كلمة دمياتا. الجملة أروح راجع كده في البداية وأكمل to see grandma and grandpa، كده نهاية الجملة. alright، كده الجملة كاملة. هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ بدل ما هقرأ التكست كله، لا انا وفرت على نفسي وقت ومجهود وهركز بس على السطر ده. تعال نشوف. We went to Damietta to see our friends، راح عشان يشوفوا مين؟ اصدقائهم. هنا بيقول last week we went to Damietta to see grandma and grandpa، رحنا نشوف جدي وجدتي. طيب يبقى في اختلاف، يبقى هنا ايه؟ false. number 2، We had unhealthy dessert، كلنا حلوى غير صحية. نطلع كلمة dessert، دي الكلمة المفتاحية، هبحث عنها فين؟ في النص فوق، ندور على dessert مع بعض. dessert، dessert،
تمشي انت كده عينك بس بتدور على كلمة ديزرت، لقينا كلمة ديزرت موجودة هنا، هروح محدد ايه الجملة. الجملة بتقول and had a healthy dessert، كلنا حلوة او تحلية صحية. هنا تحت بيقول ايه unhealthy dessert، حلوة غير صحية، يبقى الاجابة ايه؟ الاجابة false. هنا فوق صحية وتحت غير صحية. طيب number three، in the sea، في البحر، we saw lots of jellyfish، رأينا، يبقى بيسألني هنا هم شافوا ايه هناك؟ هنطلع ندور على كلمة saw، هنبدأ من هنا ندور كلمة saw. saw هنلاقيها موجودة هنا في السطر الثاني، ادي كلمة saw. هنروح محددين الجملة ايه اللي هي فيها، دي اللي هنقرأها. we saw lots of fish، رأينا العديد من السمك، وتحت بيقول ايه we saw lots of jellyfish، العديد من ايه؟ من الجيليفيش. طبعا دي تبقى false. Right؟ يبقى كده حليناه، ما قريناش احنا كل اللي في النص دوت لانه ملوش لازمه، احنا عايزين الاسئله دي، يبقى مفيش داعي ان انا اقرا كل ده. Right؟ يبقى نراجع مع بعض، حدد ابحث اقرا، حدد كلمه مفتاحيه ابحث عنها في القطعه اقرا الجمله. Right؟ هنشوف هتنفع معانا في كله ولا لا. Number two، طبعا هنقرأ على طول السؤال. This is an invitation to Hani's birthday party. دي دعوة، دعوة لإيه؟ لحفلة عيد ميلاد هاني. يبقى أنا عندي مثلا عايز أعرف الحفلة دي حفلة إيه، يبقى الكلمة اللي لازم هلاقيها هي كلمة إيه عشان أدور على كلمة واحدة، كلمة party وهي حفلة. نطلع فوق ندور على party، party party، لقينا كلمة party موجودة هنا، هروح محدد الجملة اللي قبلها هي دي اللي هلاقي فيها ايه الاجابة. This is an invitation to Hani's birthday party، حفلة عيد ميلاد هاني، وهنا بيقول I'm having my birthday party، يبقى هي فعلا حفلة عيد ميلاد بس لسه ما عرفناش هي بتاعت هاني ولا لا. يبقى هقرأ جملة تاني وليكن اللي قبلها. Dear وائل it's هاني، عزيزي وائل انا هاني، يبقى دي حفلة عيد ميلاد مين؟ حفلة عيد ميلاد هاني، يبقى الكلام ده True. There won't be any party games at the birthday party. مش هيبقى موجود أي ألعاب الحفلات في الحفلة. يبقى أنا هدور على كلمة party games، هي دي الكلمة المفتاحية، هدور عليها فوق. ندور مع بعض على كلمة party games. أنت بتعمل كده بالظبط في الاختبار، right؟ مع التكرار بتلاقيها سهلة جدا. أدي كلمة party games. هروح محدد إيه الجملة اللي هي فيها. We will play lots of party games، هنلعب ألعاب الحفلات كتير. وهنا تحت قال there won't، خد بالك هنا إيه won't يعني لن يكون، يبقى هنا نفي at the party، يبقى دي طبعا إيه false. تحت قال مش هيبقى فيها ألعاب، وفوق قال هنلعب ألعاب كتير. السؤال اللي بعده، وده النوع التاني من الأسئلة، وهو عبارة عن سؤال وانت هتكتب الإجابة بتاعته، برضو نفس الطريقة هنستخدمها في نوعية السؤال ده. Okay. Where is Hani's house؟ طبعا where دي يعني ايه؟ يعني اين، بيسأل عن مكان البيت بتاع هاني. يبقى انا عندي هنا كلمة ايه المهمة المفتاحية؟ كلمة house. بالك انا هطلع الكلمة المفتاحية وادور عليها، كلمة house. ادور هنا على كلمة house، house، لقينا كلمة house فوق هنا. طيب احدد الجملة اللي هي فيها. I'm having my birthday party at my house next Friday، الجمعة الجاية. طيب هل انا بدور على الوقت ولا المكان؟ بدور على المكان، بيقول لي وير، يبقى ما لقيتش هنا، ما لقيتش ايه الاجابه، يبقى ادور على كلمه هاوس تاني، هتلاقيها متكرره تاني. ندور على هاوس، 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 كلمه هاوس موجوده فين؟ موجوده تحت اهي، ادي ماي هاوس. رايت، ماي هاوس از ات 12 الهرم ستريت نيكست تو ذا سيتي بارك. يبقى هنا قال لي ايه العنوان، العنوان بتاعه فين؟ 12 شارع الهرم. اروح كاتب ايه القطع، الجمله كلها، وليكن هتكتب الجمله كلها من اول النقطه لغايه النقطه. رايت، يبقى هكتب فين 12 الهرم ستريت، نكتب شارع الهرم 12 شارع الهرم. عايز تكمل يبقى تقول next to the city park. Question number four. What time is Hani having his birthday party? What time يعني إيه؟ كم الساعة؟ كم الساعة؟ Right؟ الساعة كام هيبقى حفلة عيد ميلاده؟ هندور مثلا على إيه؟ time. هل هنلاقي كلمة time؟ ندور، هنمشي نتبع نفس الأسلوب، هنلاقي كلمة time ولا لأ؟
مفيش كلمة time، إنما في إيه؟ عندي وقت أهو، من 3 p.m. ل 5 p.m. من 3 ل 5 بعد الظهر. يبقى don't miss the party from 3 p.m. to 5 p.m. من 3 ل 5. يبقى دي الوقت إيه؟ الساعة كام؟ from 3 to 5 p.m. اوكي. question number 3، السؤال الثالث. هنيجي نحل الأسئلة هنا موجودة تحت. I was sad last week، الأسبوع الماضي أنا كنت حزين. يبقى أدور على كلمة week، هي الكلمة المفتاحية، أطلع أدور عليها فوق هتلاقيها موجودة في أول سطر. يبقى الإجابة عندي موجودة برضو في أول سطر، أدي اللي إحنا حددناها. دي الجملة اللي هنقرأها. Last week، الأسبوع الماضي، I wasn't very happy with my friend، لم أكن سعيدا مع صديقي، ما كنتش مبسوط. وتحت هنا قال ايه؟ I was sad. طبعا sad يا حافظينها يعني ايه؟ يعني حزين. يبقى فوق قال له not happy وتحت قال له sad، يبقى الإجابة ايه؟ true. My friend tagged me in a post، عمل لي تاج في post. يبقى الكلمة الجوهرية أو المفتاحية هي كلمة tag. نطلع فوق ندور على tag هتلاقيها بعديها على طول. My friend tagged me، ادي كلمة tagged. يبقى هنحدد الجملة كلها. My friend tagged me in a photo، خلاص انا لقيت الاجابة. My friend tagged me in a photo. هنزل تحت. My friend tagged me in a post، طبعا post هي منشور والصورة فوق هي كلمة منشور. يبقى الاجابة هنا ايه؟ true. Number 3، I can choose which photos appear on my page، اقدر اختار اي صور بتظهر على صفحتي. يبقى عندي هنا كلمة ايه؟ هي دي بقى المحورية، appear، هل هتظهر ولا لا، او كلمة choose، هل اقدر اختار او لا. alright، يبقى انا عندي choose او appear، ادور على choose مثلا، لو ما لقيتهاش هلاقي appear، ادور فوق كلمة choose. choose طبعا يعني ايه؟ يعني يختار، هتلاقيها موجودة تحت هنا ايه؟ كلمة choose. نحدد الجملة، بيقول I can choose which photos appear on my page، أقدر أختار أي صور تظهر على صفحتي. يبقى الإجابة هنا إيه؟ true. question 4، check true or false. طبعا نروح على السؤال على طول، مش هنقرأ القطعة الأول، السؤال الأول. the children went to the park، هم ذهبوا إلى الحديقة. عندي كلمة park يعني حديقة عامة، هدور على كلمة park. last Friday went to the park، هذه كلمة إيه؟ بارك. هروح محدد الجملة كلها. تحت بيقول ان هما ذهبوا للحديقة، وفوق قال نحن ذهبنا الى الحديقة. يبقى هما راحوا ولا لا؟ يبقى true. The children played musical chairs، لعبوا الكراسي الموسيقية. يبقى انا اطلع كلمة musical chairs او chairs بس، ندور على musical chairs. musical chairs، في musical chairs هنا؟ لا، مستحيل. والإجابة صح وهي مش موجودة فوق، مش موجودة. يبقى أعمل إيه على طول؟ هعمل false. السؤال اللي بعده number 3، when did the children go home؟ طبعا when يعني إيه؟ متى، أي وقت راحوا فين؟ البيت. يبقى أطلع كلمة home وأشوف الوقت اللي جنبها. right، فين كلمة home اللي هي منزل؟ كلمة home موجودة تحت هنا. طبعا أنت في الاختبار خد وقتك وطلع الكلمة براحتك. أحدد الجملة كلها. They went back home at 6 o'clock، روحوا البيت الساعة 6. يبقى هم روحوا إمتى؟ هروح كاتب الجملة دي كلها، أو هكتب بكل بساطة 6 o'clock، الساعة 6. right، إيه رأيكم في الطريقة ديت؟ هل هي سهلة ولا صعبة؟ نعرف إن في ناس بتحب تقرأ التكست كله عشان تتأكد وكده. ممكن ده يبقى طبعا الطريقة إن أنت تتأكد بيها من إجابتك، لكن believe me يعني من حكم الخبرة ان ديت افضل طريقة ان انت تحل بيها. alright، نجرب على question 5، السؤال الخامس. انك وصلت معايا لغاية هنا، فان الفيديو ممكن يكون عجبك، فياريت لو عجبك تعمل لايك وتعمل سبسكرايب او اشتراك عشان تشوف باقي كل الحلول اللي هننزلها ان شاء الله مع بعض تباعا يعني. alright، number 5، Egypt is a big country with a rich history، مصر هي بلد كبيرة وعندها rich history، التاريخ بتاعنا غني. طبعا هندور على كلمة history، ندور كلمة فوق history، history موجودة هنا اهي، ادي history. يبقى الإجابة لازم هلاقيها في أول سطر.
تحت مصر بلد كبير وعنده تاريخ عظيم، يبقى Egypt is a big country that is rich in culture and history. يبقى برضو ايه متوافق مع الكلام اللي فوق، يبقى اول واحدة true. Number two, the Egyptian food tastes bad. Egyptian foods، الأطعمة المصرية طعامها سيء. هنشوف كلمة foods ندور عليها فوق، ندور كلمة foods، foods موجودة هنا، the food الطعام، يبقى الإجابة لازم تبقى في السطر ده. The food in Egypt is wonderful. طبعا خدناها wonderful، معناها ايه؟ معناها جميل جدا. وهنا بيقول ايه؟ The Egyptian foods taste bad، طعمه سيء. طبعا ده ايه؟ false. Number three, what are the most famous traditional foods in Egypt؟ ايه الأطعمة traditional التقليدية في مصر؟ يبقى لازم ادور على كلمة traditional foods. هطلع فوق ادور الاقي traditional foods هنا، اهي traditional foods اطعمة تقليدية. الاجابة في السؤال ده لما بيبقى عايزك تكتب ده اسهل من انك تعمل true false. ليه؟ لان انا لقيت traditional foods هنا، بكمل السطر الاقي لغاية النقطة، يبقى الجملة خلصت، وافضل ماشي كده لغاية ما الاقي نقطة، لغاية ما الاقي نقطة، لقيت النقطة هنا يبقى الاجابة بتاعتي من النقطة دي لغاية النقطة دي. هكتب كل ده، يبقى فول مدمس، كباب، كشري are the most famous traditional foods in Egypt. وهي دي الإجابة، الأطعمة التقليدية كشري وفول مدمس وكباب. السؤال اللي بعده، how is the food in Egypt؟ كيف هو الطعام في مصر؟ يعني طعمه عامل ازاي الطعام في مصر ده؟ أدور على food in Egypt. طبعا احنا لقينا food in Egypt قبل كده وكانت wonderful. The food in Egypt is wonderful. أحددها لك تاني بالهايلايت. The food in Egypt، وتحت هنا بيقول ايه؟ food in Egypt نفسها. يبقى هكتب الجملة اللي فيها ايه؟ اللي فيها الكلمتين دول. الجملة بتبدأ منين؟ من عند النقطة وتنتهي عند النقطة. يبقى the food in Egypt is wonderful. هو ايه؟ شهي أو جميل جدا. يبقى دي اللي أنا هكتبها هنا. نكتب بقى الإجابة، يبقى traditional food هو كان إيه؟ كان فول مدمس وكباب. يبقى نكتب كده فول مدمس، بعدين كباب and كشري. دي طبعا الإجابة التانية، الإجابة number 3 يعني. هنا الإجابة number 4 هنكتب wonderful. Wonderful يعني ايه؟ جميل جدا. هنا number 6. The city has a lot of bright lights. كلمة bright lights هي الكلمة المفتاحية. طبعا هذكرك، حدد ابحث اقرأ، حدد ابحث اقرأ، الثلاث خطوات. حددنا الكلمة المفتاحية وهي bright lights، هنطلع نبحث عنها، هنلاقي كلمة bright lights موجودة هنا، bright lights. هنقرأ ايه؟ هنقرأ الجملة اللي فيها كلمة bright lights. It has a lot of pretty bright lights. فيها أضواء جميلة جدا، يبقى ايه؟ true. Grandpa lived in the city. Grandpa، عايزين نعرف الجرانبا عايش فين، يبقى هدور على كلمة lives. ندور على lives، نمشي مع بعض. In the country، طبعا مفيش كلمة lives. طيب ادور على ايه تاني؟ ما لقيتش الكلمة دي، ادور على غيرها، ادور على grandpa. ندور على grandpa. grandpa grandpa، تفضل مدور كده لغاية ما تلاقي grandpa. ادي grandpa اهو، يبقى لازم هتلاقي جنب منه الاجابة، يا هنا يا هنا. We visit our grandpa in the country. زرناه فين؟ في الريف. وهنا بيقول ان هو عايش فين؟ city، المدينة. يبقى ده ايه؟ false. How is life in the country؟ كيف هي الحياة في الريف؟ هنا بنحدد life in the country. الإجابة لما يبقى عايزك تكتب زي كده بتحدد إيه؟ تشوف الكلمات اللي جنب بعض، الحياة في الريف، وهتطلع تدور أنت هنا على الحياة في الريف. أدي in the country اللي هي تحت، وبعد كده وصف الريف بيقول it's always quiet and clean. قال إيه؟ إن هي دايما quiet and clean. يبقى دي الإجابة، إن هي دايما إيه؟ quiet يعني هادئة، and clean ونظيفة. Number 4. What does safe like more, the city or the؟ طبعا هي ناقصة هنا، يقصد إيه؟ the country. هل هو بيحب الريف ولا المدينة؟ هنشوف. ندور على كلمة إيه؟ كلمة like، أو كلمة ندور على like.
I am safe. I'm in a big city, always noisy. Life is more slow. We love country than the city. عندنا آخر حاجة هنا جاب كلمة إيه؟ Love. Like و love ليهم نفس المعنى يعني يحب. We love the country rather than the city. أكتر منين؟ من المدينة. يبقى تحت. هو بيحب المدينة ولا الريف؟ طبعا الإجابة تبقى إيه؟ The country يعني الريف. Alright. Question number 7. The Nile is about 6,670 kilometers long. طول النيل 6,670 كيلومتر. هطلع فوق ادور على الرقم. طبعا لما تلاقي رقم بيبقى اسهل شيء. ندور على الرقم. الرقم موجود هنا. Is about 6,000 kilometers long. وتحت هنا نفسه يبقى true. The Nile is the shortest river in the world. Shortest river in the world في العالم. هو اقصر نهر في العالم. هدور على in the world. نطلع فوق. It has two branches, different kind, turtle and behemoth. اهي كلمة in the world فوق وموجود ايه تحت جنبها. The Nile is the longest river in the world. في العالم. وهندور كلها. يبقى the Nile is the longest river in the world. اطول نهر في العالم. وهنا قال shortest. يبقى ايه؟ يبقى false. هنا طبعا قال اقصر وفوق قال ايه؟ longest الاطول. How many branches does the Nile have in Egypt? في كم فرع من للنيل؟ كلمة branches هنطلع فوق هنلاقيها موجودة هنا. Branches. يبقى هكتب دي كلها. It has two branches in Egypt. ليها فرعين في مصر. يبقى هكتب two. ده اخر سؤال هنحله مع بعض في الفيديو. ان شاء الله انتم ممكن تحلوا. سيب لكم طبعا اللينك بتاع المذكرة دي كلها بتاع تسهيل بنك المعرفة. هما كلهم على بعض 16 سؤال. 16 سؤال من نفس النوع يعني. احنا هنحل مع بعض في الفيديو 8 وهيتبقى معانا 8 تانيين نحلهم ايه لوحدنا. نعمل براكتس بقى نشوف فهمنا ولا لا. Alright. طيب هنعرف ازاي احنا حلينا صح ولا غلط. هسيب لك الانسرز او الاجابات. هسيب لك نفس المذكرة دي هكتب لك عليها كده محلولة. واقصد بمحلولة ايه؟ اللي هو question from 9 to 16. من الquestion التاسع لغاية السؤال الكام؟ الستاشر. Alright. هسيبها محلولة. احنا لو فهمنا الطريقة نعرف نحل اي شيء. نيجي نحل اخر حاجة مع بعض. Number 1. شيرين sang nice songs. شيرين غنت اغاني جميلة. هدور على كلمة ايه هنا؟ ايه كلمة ممكن تبقى مفتاحية؟ كلمة songs. ادور على songs مع بعض. يلا كلمة song يعني اغنية. نشوفوا شيرين كانت بتغني حلو ولا كانت غنت اغاني مش حلوة. ادي شيرين sang nice songs. ادي كلمة songs. Right. نفس الكلمة تحت هنا فوق هنا. ادور بقى على ايه؟ اقرأ الجملة كلها. شيرين sang nice songs. وتحت شيرين sang nice songs. يبقى الإجابة ايه؟ الإجابة true. Number 2. علا and شيرين ate cheese. أكلوا ايه؟ أكلوا جبنة. عايزين نشوف هم أكلوا ايه. يبقى دور على كلمة ate. ate يعني أكلة. ادي كلمة ate اهي. يبقى they ate pizza and drank apple juice. أكلوا بيتزا. وهنا تحت بيقول لي أكلوا cheese. يبقى دي ايه؟ false. السؤال اللي بعده. What did علا and شيرين make on the beach? صنعوا ايه على الشاطئ؟ يبقى انا ادور على كلمة ايه هي المهمة؟ صنع عشان اعرف هما صنعوا ايه. Right. ادور على make. كلمة make. ادي كلمة beach اهي بس مفيش كلمة make جنبها. عندي went to the beach. ذهبوا للشاطئ. يبقى الاجابة تبقى بعدها. انا عايز ادور على ايه؟ make. صنع او يعني عملوا ايه هناك. they made. ادي كلمة made الماضي من ايه؟ من كلمة make اللي موجودة تحت هنا. make يصنع. made صنع. يبقى they made sand castles on the beach. صنعوا ايه؟ sand castles. قلاع من الرمال. يبقى هم صنعوا ايه؟ قلاع رملية. sand castles. قلاع من الرمل. right. وده يبقى نهاية الفيديو. يا ريت لو عجبك الفيديو ممكن تعمل لايك وتعمل اشتراك عشان تكمل معايا باقي المراجعة. لان في طبعا اسئلة كتيرة جدا. قلنا هي 30 سؤال. وافكركم مره تانية يا ريت لو تحلوا بجد question 9 لغايه 16 تطبعوا الملزمه كلها. دي اهم شيء. في اسئله كتير جدا انت مش هتحتاج حاجه تاني خالص غير الاسئله دي. Alright.
فتطبعها لطفلك او تطبعيها لطفلك وتخليه يحل لوحده، وتحاولي تخليه يستخدم نفس البروسيس اللي احنا مشيناها اول عملية، وان شاء الله يحل كل شيء مظبوط. اوكي ستاي توند، يعني خليكم منتظرين ان شاء الله هنادي الباقي ايه باقي المراجعة. Thank you very much for watching and have a nice day.